الإنسان أذكى مخلوق في العالم، لكن في الفيديو ده هتشوف مواقف مدهشة لحيوانات ذكائهم غير عادي، زي القرد اللي بيصنع مركب عشان يعوم، والكلب اللي بيلعب لعبة صعبة مع صاحبه وكل مرة بيضرب الكرة صح باحترافية مذهلة، وهنا بيطير فوق الحواجز بدقة عالية جدا وبيمر بين الحواجز بمهارة ملفتة وبمنتهى السهولة. وسؤال النهاردة، مين هو الحيوان صاحب أقوى ذاكرة في العالم؟ هل هو الأسد؟ ولا الجمل؟ ولا الذئب؟ ولا الشمبانزي؟ اكتب إجابتك في التعليقات واستنى الإجابة الصح في الفيديو اللي جاي. إحنا قناة جالك خبر على اليوتيوب. قبل ما نبدأ، صلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأكد أن اللايك البسيط بتاعك واشتراكك في القناة ده أكبر دعم لينا. الموقف ده أدهشني جداً، لأن الكلب قدر ياخد خشبة واحدة من وسط المجموعة دي وبدون ما يوقع أي خشبة تانية غير اللي هو عايزها، وشابوه للإنسان اللي قدر يدرب الحيوانات على حاجات صعبة زي كده. الشمبانزي هنا بيسوق الدراجة وواثق من نفسه جداً، وفضل الكلب يطرده لحد ما لبس في الشجرة. الغراب بذكاء قدر يفتح المية بمنقاره بعد كام محاولة، وأكيد المية ليها طعم تاني بعد التعب ده. وهنا قدر يرتب العلب الصغيرة دي حسب حجمها، والأفكار دي بتعبر عن ذكاء الغراب العالي، وأكبر دليل إن الغراب أذكى طائر في العالم. بصرف النظر عن إن التمساح حيوان مفترس، بس لما تشوفه بيستخدم الحمام الأفرنجي زي ما بيستخدموه البشر، هتعرف إن الإدراك والذكاء مش مقتصر على الكلاب أو القرود بس. الدب ده فاهم إزاي يلعب بالعصا، وعنده مهارة عالية وبيقدر يرميها في الهواء وياخدها تاني ومن غير ما تقع منه، وبيعمل ده بخفة كبيرة بدون ما تخبط في جسمه. هنا الكلب بيتزلج على التلج لمسافات طويلة، والرياضة دي صعبة، لكن الذكاء العالي والتدريب وصل الحيوانات للنتيجة المبهرة دي. لما نشوف كلب البحر بيعرف يلعب فيديو جيم باحتراف، لازم نقول سبحان الله. كل المخلوقات عندها غريزة البقاء، والظباء قدرت تحمي حياتها من خطر الضباع، وعندها إدراك إن الضبع مش بيعرف يوصل للأماكن الصعبة والغير ممهدة، عشان كده وقفت في المنحدر بكل ثقة وبدون أي حركة، والضبع اضطر يبعد ويخسر المعركة بتاعته. الكلب ده بيمثل إنه اتصاب في رجله عشان يكسب تعاطف الناس وياخد أكل منهم. أنا عمري ما شفت حد لابس كده، ما تقطعوني الزكتة دي خالص. والفيل ده لما خرج وكان محتاج أخشاب، استخدم ذكائه وحجمه الضخم وقطع الطريق على الشاحنة دي، وبدأ ياخد منها الخشب اللي هو محتاجه. الكلب ده بيستخدم لسانه بإصرار عشان يفتح القفل، وقدر ينجح وعرف إن الحرية ليها طعم ما يتوصفش. وبنفس الطريقة الجمل فتح باب القفص اللي محبوس فيه. اللي بنشوفه ده هيغير نظرتنا تماما عن الحيوانات. الطائر ده كان في مهمة مستحيلة، دخل الماركت عشان يجيب أكل وخرج بسرعة، وفتح كيس الشيبسي بذكاء وبدأ يأكل منه. والراجل ده درب السمكة وعلمها تلعب الكورة في الشبكة باحتراف. البغبغاني الجميل ده بيفتح اليوتيوب على اللابتوب، والمدهش إنه بيميز وبيختار يشوف فيديوهاته. الفيل عرف يمسك خرطوم المية وبدأ يغسل جسمه، لازم تكون عارف إنه مهتم بالنظافة أكتر من بعض البشر. البغبغان ده هياخد الأوسكار كأحسن ممثل في عالم الحيوان والطيور، لأنه جاب المسدس ده ودال صاحبه، ولما كان صاحبه بيضرب نار بالصوت بس، كان البغبغان بيمثل إنه مات وفارق الحياة. وهنا قدر يميز بين الأشياء وكان بيحط كل حاجة في مكانها، وبعدها عمل شقلباز وكان بيحتفل بنجاحه قبل ما يرجع القفص تاني. مفيش أجمل من إنك تلاقي حيوان يساعدك في شغلك أو حياتك عموما. والطائر الجميل ده بيفهم في الألوان أكتر من معظم البشر، وكان بيحط كل شكل في الباسكت اللي ليه نفس اللون.
المدهش هنا إن الكلب راكب الرولة وبيمشي بين الناس بتركيز وسرعة عالية وواثق من نفسه ومش شايف حد قدامه. لو كل الناس اتصرفت بحكمة ووعي زي الدب ده هنعيش حياة مختلفة تماماً. كلنا عارفين قانون الغابة اللي بيحكم الحيوانات واللي بيخليهم يقاتلوا عشان أكلهم، لكن شيء مستحيل إننا نشوف الدببة دي قاعدين بيأكلوا وجبتهم بكل هدوء وتفاهم. العلماء قالوا إن ذكاء القرد بيعادل ذكاء طفل عنده 7 سنين، وده اللي بيثبته لنا الشمبانزي ده لما طلع الشاليمو من الكيس بتاعها وحطها في العلبة عشان يشرب العصير بتاعه. الراجل ده درب الكلب بتاعه على مساعدته في حياته اليومية، وكل ما يطلب منه حاجة بيفهمه بسرعة وبيجيب له اللي هو عايزه، وباين عليه مستمتع بتلبية الطلبات دي وحابب يكون وجوده ليه فايدة في الحياة. المشهد ده هيعلم أصحاب الكلاب إزاي يوظفوا الحيوانات الذكية في حاجات مفيدة. Smart animals. الغزال بيقدم التحية للولد ده أكتر من مرة، والحركة دي دليل تقدير واحترام. كل الاحترام لكل واحد بيدعمنا بلايك أو كومنت للفيديو. الكلب ده متعود يجيب طلبات البيت وبيخرج ومعاه الباسكت الصغيرة دي وبيروح محل الخضار أو الفاكهة، والبياع بيحط في الباسكت بتاعه الصنف اللي بيشاور عليه الكلب وبالكمية اللي بيطلبها. لكن البياع قال للكلب كفاية كده، وكان رد فعل الكلب إنه أخد حبة فاكهة بسرعة وحطها في الباسكت بتاعته وجري. القرد ده فاهم إن الخشب كثافته أقل من كثافة المية، وقدر يصنع مركب بدائي ويعبر البحر لحد ما وصل للبر التاني. فعلا الحاجة أم الاختراع. القط ده مهتم بنفسه جدا، وصاحبه بيقول إنه كل يوم بيطلع يقعد في المرجحة أكتر من مرة. بسبب ذكاء الكلب وتعاون الفرخة معاه، الكلب قدر يوصل للأكل بتاعه بسهولة، والأجمل من كده إن بقية الكلاب حافظوا على هدوءهم وما تخنقوش عشان ياكلوا. رسالة الفيديو مهمة جدا، وهي إنك تكون عارف إن الحيوانات بتستخدم ذكائها وبتطور من قدراتها، وده بينعكس على الإنسان بمنافع كتير وبطرق مختلفة. لو الفيديو عجبك ادعمنا بلايك وشير، ومهم جدا تشترك في القناة، وما تنساش تفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك فيديوهاتنا. ظهر لك على الشاشة الفيديو اللي هيغير نظرتك عن الحيوانات تماما. أشوفكم في فيديو جديد.